الأخ يسأل عن قضية إذا رمى من أجل التعجل ثم بعد ذلك رجع يشتغل بنزع الخيام، ما هو تضايق على الوقت ولم يمنعه من الخروج إلا نزع الخيام، فالراجح أنه رخص له لذلك، والحاجة داعية إلى هذا. الشيء اليسير كنزع الخيام ونحو ذلك يعفى عنه، لم يؤثر على ذلك الانتظار الطويل أو لم يتقصد حيث يدع الرمي مبكرا بدون عذر ويمهل حتى إذا أوشكت الشمس على الغروب ذهب خلاص ثم رجع مرة أخرى لينزع أو ليستعد لأخذ خيمة من ذلك، هذا قد لا يرخص له لأنه مفرط. أما من لم يكن مفرطا حبسه العذر أو الزحام عن وصول لمكان الرمي فظن أنه يصل متقدما كي يرمي ثم يرجع مرة أخرى لأخذ متاعه ثم ينصرف فحبسه الزحام فلم يأتي إلا في ساعة متأخرة، فالراجح أنه لا بأس أن يأخذ متاعه ثم ينصرف ولو غربت عليه الشمس.